السلام عليكم، اسمي شي يوسف زقوان، عندي 24 عام، كانش عندي 3 بجهاوي، وبكلمة واحدة من عند صاحبي قدرت نجيب الباك. كانت فرحة زوينة حيت فهمت واحد القصة اللي ماشي كاع الناس داروها، أنه واحد ما كانش تيقرا مزيان، كان يغيب بزاف، أساسي اللي كيتشكاو منه، وجيب 3 بجهاوي وبريبارا الشهرين الأخرى ونجح في الباك، فهمتي شي حاجة اللي زوينة. باش خديت النتيجة ديال السيزيام وشفت هذيك النقطة ديال 3 في الجهاوي، حسيت بلي صافي إحباط وما غاديش تشد الباك، حتى شي واحد حتى شي أصلا كل شيء حتى شي واحد ما كيشجعك أنك راه غتشد الباك بهذيك النقطة. وحاجة أخرى كتحس بلي صافي راه الباك حلم مشى تبخر، ميمكنش لك تشد ردة الفعل ديال الدار ولا ديال صحابي ولا ديال الناس اللي كنعرف ولا الأساتذة كاملين كانت سلبية، حيت 3 في جهاوي شحال كلشي كيقول لك واه خاصك تجيب 17 في الوطني، وصعيب تجيب 17 في الوطني، راه بنادم راه كينجح كيجيب 14 وكذا وهادي وما كيجيبش 17 في الوطني، راه باك المهم مشالك وهانية وكذا، وفكر حاجه اخرى من غير الباك. ما عمر شي واحد مشجعك وقال لك لا راه تقدر تجيب الباك بهذيك النقطه، وهذا كانوا لو بار ديالهم ما كيبردوا عليك. في الاول فاش يلاه بدينا وهذاك الشيء كنت باغي النيفو، كنمشي طالقها كنمناك كذا، ضربت الشهر ديال تمناك داخل الوقت اللي بغيت، كندخل لونجلي حيت هي اللي عزيزه عليا بزاف، كندخل لها بزاف، الغياب بزاف كذا، فهمتي ما باغيش نقرا من الاخر. واحد اللحظه فاش غادي تجي واحد الترفيقه مع عند واحد السيد اللي كنوجه له التحيه، واحد الدري عشيري كريم، هو اللي قال لي راه بنادم بزاف عندهم نقاط طايحه في الجهه ويقدروا انهم ينجحوا، انت راه بحالك بحال الناس، يعني انت فهمتي ديك اللعبه ديال صافي طونتي لا شونس ديالك وما تعرف دايره في يد الله وما تعرف واش تصدق ولا لا. ديت كنبريباري انا وياه بواحد لا مانيير اللي كانت عنده هو ديجا واجده، وراني العيبات كيفاش غادي نقادو كيفاش غنقادو الدروس اللي خصهم مزيان. صافي جات هذاك النهار اللي غندوزو فيه امتحان غادي كيف ما كانت النتيجه غنكون راضي على راسي، حيت فهمتي درت واحد لافور وعارف بلي الله غادي يجازيني عليه. الليل في رمضان انا ناعس كيصوني لي التليفون كدا هادي جوج مرات تنجاوب تنطلع واحد الدري خالد قال لي الصاط انا كنت ناسي الرقم ديال الامتحان العيبات، هو ما كان عشيري بزاف كان عارف الرقم العيبات، قال لي الصاط راه مبروك راه نجحت انا وياه، قلت لي ويلي ونبدا نغوت في الدار بوحدي بالليل كنغوت كدا، تفاق امي للدار مالك ما مالك، قلت لهم راه نجحت ما تاقوش في الاول، خود ريب بدا شد دخل قلب في مسار كذا، وهادي من قاوني نجحت فرحوا بزاف، فرحوا كثر ما فرحوا الخشي، حيت خشي كانت تقرا مزيان فهمتي، خشي مزيان غدا مزيان كتقرا مزيان، عمرها ما سقطاش، عمرها ما هادي عارفين غادي تنجح. من بعد الباك درت ليتيراتور اونجليز حيت عندي مع اونجلي مزيان، ومشيت فيها بخير، و دابا كنوجد واحد البروجي ديالي اللي غادي نبدا فيه، هادشي اللي كاين. شباب مغربي كنقول لكم بلي حتى شي حاجه مو مستحيله في الحياه، وكل شيء ممكن الا قدرتي تخدم ولا خدمتي مزيان ومنيتك وعطيتي كاع داكشي اللي بجهدك، سواء كانت النتيجه ايجابيه ولا سلبيه، المهم غتكون انت راضي مع ذاتك ومتصالح مع راسك وعارف شنو تدير. الا ما كانش عندك هادشي راه ديما غتبقى تبان لك الحياه صعيبه بزاف وكل شيء فيها مستحيل، والنصيحه من عندي انايا راه حتى شي حاجه ما مستحيله، كل شيء ممكن بالخدمه.